يا حلوين كيفكن؟ صبايا بيصلني كتير تعليقات منكن. سارة بليز خبرينا كيف طولت شعرك. أنا بلاقي السؤال كتير غريب لأنه ما بستعمل برودكت معين من السوق تطول شعري، وبكل بساطة بعمل ماسكات بالبيت. بلاقيها كتير منطقية إنه أنا استعمل المواد الأساسية اللي تستعمل بالسوق يلي موجودة عندي بالبيت بلا ما أدفع هالقد فلوس عليها. بدل ما أستعمل ماسك مستخلص من زيت جوز الهند، استعمل زيت جوز الهند. هيدا المنطق اللي أنا ماشية فيه بشعري. لهالسبب عندي كتير ماسكات أنا كتير كتير بحبها. رح أخبركن اليوم عن أفضل ماسك عطاني كتير نتيجة حلوة على شعري، طيطول شعري. وللناس اللي ما كانت متابعتني من قبل أو للناس اللي متابعيني عن جديد، هيدا طول شعري من سنتين ونص. من سنتين ونص لهلا انا قدرت اني طول شعري لطول كتير كتير حلو. خليني افرجيكم من ورا. سو بيزيكلي الشعر واصل لنص الظهر بسنتين ونص. بما انه كتير بيصلني اسئله كيف عم بتطولي شعرك، شو عم تستعملي لشعرك، رح اخبركم اليوم بالفيديو. بس قبل، اذا مش مشتركين بالقناه هلا اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات. خلينا نبلش بالفيديو. اليوم رح اعرفكن على ماسك كتير كتير قوي انا بستعمله، والمنتجات بتقدروا تلاقوها بالسوبر ماركت، بالفارماسي، او يمكن تكون موجودة عندكم بالبيت. المنتجات كتير سهلة، كتير بسيطة، بس كتير بتعمل فرق. امتين بنستعمل هيدا الماسك؟ بنستعمل هيدا الماسك بس نحس انه شعرنا تعبان، تالف، ناشف. بس نحممه ونشفه عم نحس انه الشعر ناشف، عم بيبقى منفوش وما عم بيكون سلس وناعم وفيه لمعة. بس يكون الشعر بهيدا الحالة يعني هو ناقصه بروتينات. سو هيدا الماسك هو ماسك بروتين. سو رح نبلش هلا بالمكونات اللي هن نبتة الالوفيرا، افوكا، مايونيز، عسل، وزيت جوز الهند. اول شي رح ناخد نبتة الالوفيرا، رح نفتحها نقصها عن الجناب ونستفيد كتير منيح من الجل الموجود جواتها. فوائد الالوفيرا للشعر هي تعزيز نمو الشعر، سو بتطول الشعر، بترطب الشعر، وبتخلص الشعر من القشرة. سو اذا كنتوا بتعانوا من القشرة اكيد استعملوا الالوفيرا على الشعر. مثل ما هو الجل بشيله وبحطه بالميكسر، واول شي رح اعمل الالوفيرا لحالها بالميكسر كرمال اتاكد انه ما في اي كباتيل باقيه، لانه كتير صعبه انها تطلع بالمي. سو من بعد ما اعملها واتاكد من كل شيء بوقف الميكسر وببلش احط المكونات الباقيه. بنتقل للمايونيز. صبايا المايونيز معمول من البيض اللي فيه كتير بروتين ومن الزيت. برجع بحط افوكا، ومن فوائد الافوكا هو تغليف الشعر من برا كرمال الترطيب يبقى جوا الشعر. بزيد العسل يلي هو مرطب كتير قوي للشعر وبيعطي لمعان كتير حلو. واخيرا بحط زيت جوز الهند يلي بيمنع الشعر انه يروح منه البروتين، بقوي الشعر وكمان بيعطي لمعة كتير حلوة. سو بضرب كل هالمكونات مع بعضها بالميكسر، وهيدا الماسك تبعنا وهيدا القوام تبعه. أهم خطوة لازم نعملها هي إنه ما بنحط الماسك على شعر مجوي. كتير ضروري إنه أول شي نفك الشعر، وأنا هون عم فك شعري، وشعري فيه كتير عليه واكس، في عليه برودكتس، زيوت. فأول شي رح مشط الشعر كرمال أتأكد إنه ما فيه أي تعركوج أو فايد ببعضه. وبس خلص تمشيط الشعر بدي روح اغسل شعري. غسلت شعري. ضروري ضروري دايما يكون الشعر نظيف قبل ما نحط له الماسك، وهلا رح خبركن ليه. لانه هيدي الغلطة دايما بشوفها انه الشعر ما عم بيكون نظيف بس عم نحط له ماسكات، عم نحط له ماسك، نرجع نغسل بالشامبوان ونحط البلسم ونعمل كل هوليك الخطوات. هو لازم نعملهم بالقلب. سو انا غسلت شعري، شعري هلا نظيف وبعده مي. سو اول شي رح فكه. سو هيدا شعري، شعري كيرلي. بعرف انه كتير مش كتير قليل ما بتشوفوا شعري كيرلي. السبب هو انه انا من قبل كنت اعمله كيراتين. سو هولي ليس وهولي كيرلي، هيدا اللي صاير عندي. سو بيزيكلي شعري من هون ونزول معمله كيراتين، من هون وطلوع
مش معمل له شيء ابدا، واللي عم بعمله هو اني عم طول شعري كرمال يروح الكيراتين منه، انا وعم بقص شعري ويبقى شعري كيرلي ويرجع لطبيعته. مش موضوعنا، حخفف الضوء شوي. في قدامي هون مراية، سو رح تشوفون اني عم بتطلع على المراية. اللي عملته هو مثل العادة، غسلت شعري، حممت شعري، حطيت له كونديشنر. اذا حابين تعرفوا شو هو روتين استحمام تبعي رح يكون في فيديو موجود على الشاشة، بتلاقوا عليه كل شيء. سو هلا بكل بساطة رح مشط الشعر. اول شيء ما بدنا ابدا الشعر يكون فايت ببعضه ومعركش. على فكرة اني انا اليوم رح قص شعراتي معكم، رح قص الاطراف تبعهم. سارة كيف عم يطول شعرك هالقد بسرعة؟ مش عم قصه. يعني انتو كيف متوقعين انه شعركم يطول اذا انتو عم تروحوا كل شهرين عند كوافير وعم بتقصوا شعركم؟ كل شهرين الشعر بيطول هالقد، كل شهرين منروح عند الكوافير ومنقصه هالقد، وبتجوا بتقولوا لي سارة ما عم يطول شعري. كيف بده يطول شعرك اذا كل شهرين عم تروح عند الكوافير وتقصيه هالقد؟ هلا بطبيعه الحال الكوافيريه كثير رح يكرهوني بعد هالفيديو، بيقنعوكم انه كل شهرين تروحوا تقصوا شعركم كرمال تتخلصوا من التقصف. الشعر بقصف اذا ما عملتوا له شيء. يعني اوقات بيجي لعندي صبايا بيقولوا لي ساره شعري مقصف كثير، مع انه انا ما بدق فيه، ما بعمل له لا سشوار ولا فار، ما بعمل له شيء، بس شعري بقصف. هيدا لانه كل الشعر بقصف، حتى انا انه هلا شعري مقصف من تحت هالقد، بس رح قص منه ليترلي بس هالقد. بس انا صار لي تقريبا فوق السنه مش قاصه شعري. سنه مش قاصه شعرك؟ ايه، انه اذا شعري حسيته مرتب والاطراف تبعه مرتبين، ليه بدي قصه؟ اعطوني سبب ليه بدي قص شعري. الشعر بس تقصيه بيطول صحي اكثر. لا، الشعر من تحت ما خصه بمن فوق. سو الشعر بيزكلي بيطول وبينمى من وين؟ من الجذور، يعني من فوق. سو اللي بيقول لي انه لازم تقصي شعرك تيطول اسرع، او لازم تقصي شعرك تينمى بشكل صحي اكثر، رح اقول له عيد حساباتك. شوفوا الكيرلي، شوفوا الكيرلي، حيقصف. فما فيكم تقولوا شعري مش عم يطول اذا انتم كل شهرين عم تروحوا عند الكوافير وتقصوا شعراتكم. ما حيطول، حيبقى نفس الطول بطبيعه الحال. شعري كثير بياخذ وقت كرمال يتمشط لانه كيرلي، واللي عنده شعر كيرلي وعابي مثلي اسم الله رح يفهم علي. هلا رح شيل الشعر بالمشط، هيدا كل الشعر اللي طلع. اوكي، هول الشعرات مش كتار. معدل هر الشعر الطبيعي المعدل، يعني فيكم تطلعوا عنا فيكم تنزلوا عنا، هي 100 شعره بالنهار. وبما انه انا شعري كيرلي فالشعره اللي بتهر تبقى علقانه بالشعر، فهيدا الشيء بخلي انه بس مشط شعري وبس حمم شعري يطلع الشعر العلقان او الشعر اللي هارر. هلا صار وقت انه نحط الماسك على الشعر. اذا شعركم ليس مش كيرلي، واذا شعركم شعره رقيقه، فاكيد فيكم تحطوا الماسك فرد مره على شعركم. بس بما انه انا شعري كيرلي وشعره سميكه وعبي، سو اللي رح بيصير هو اني بدي اقسمه لاقسام على الاكيد. التيشيرت اللي رح تلبسوها يا رح تكون تيشيرت مستعدين تستغنوا عنها مثل هيدي التيشيرت اللي انا لبستها، او التيشيرت اللي عادة بتستعملوها للصبغة وللماسك على طول تركوها عندكم، يعني غسلوها على ايدكم تركوها عندكم مش كل مرة تنزعوا تيشيرت. اوكي، ولاحظوا انه الشعر مي بس مش كتير مي، يعني ما عم بنقط مي، تقريبا 50% مي. كل ما كان الشعر ناشف كل ما هو عم بيسحب من الماسك اكتر، بس بنفس الوقت بدنا اياه شوي يكون مبلل كرمال الماسك يندمج على الشعر بسهولة. انا ديركت من هيدي رح اخد وحط على شعري، بس يكون صار لكم وقت بتحطوا من هالماسكات على شعركم بتعرفوا انه بدكم تعملوا اقل جلي ممكن. شايفين الماسك؟ لا في كبتيل ولا في شي سلايمي ولا في شي، وريحته بكل بساطة افوكا. وبدي ركز انا اكتر شي على الجذور
وعلى الأطراف لأنه نحن حاطين العسل كرمال يرطب الشعر وكرمال الأطراف تصير مرطبة، كأنه حاطين ماسك عادي على الشعر. في ناس بقولوا لكم ايه فيكم تحطوا الماسك بالبراد وترجعوا تستعملوه، انا ما بنصحكم تعملوا هذا الشيء ابدا، لانه اولا هذا الماسك ما بينعمل دايما، هذا الماسك بينعمل مرتين بالشهر او مره بالشهر حسب شعركم هو لشو بحاجه، يعني كل ما تحسوا شعركم عم بينشف كون تعملوا له ماسك. فابدا ابدا ما تتركوا هذا الماسك بالبراد لمده شهر لانه رح ينتزع، بس ينتزع رح يبطل منيح للشعر او بكل بساطه ما رح يعمل ما رح يفيد الشعر. ثانيا هذا الشغله اللي كثير مزعجه انه رح يعملكم ريحه كثير بشعه على الشعر، مش رح تطلع ومش رح تروح لكذا يوم. سو على طول بس بدكم تعملوا ماسك طبيعي للشعر بدكم تعملوه فريش وما يبقى شيء منه، بدكم تعملوا على قدكم، يمكن اول مره تحسوا انه بقى شوي يمكن تعطوه لاختكم امكم جارتكم اتس فاين، مرت الجاي اكيد رح تعرفوا قد ايه الكميه اللازمه. تاني شغله بعملها لشعري كرمال اتاكد انه رح يطول، ورح تتفاجئوا منها لهيدي الشغله وكثير ناس رح تقرف وتقول لا ساره عن جد انت هيك بتعملي، هي انه بحمم شعري مره بالاسبوع. قبل ما تحكموا علي وتنزلوا على الكومنتس انطروا تقلكم ليش انا بحمم شعري مره بالاسبوع، لانه بكل بساطه نوعية شعري منا دهنية، فروة راسي منا دهنية، ولا مرة زيت شعري قد ما حط له برودكت قد ما حط له زيوت. انا كل يوم بس بدي مشط شعري بحط له زيت على اطرافه، تصوروا انه قد ما حط له زيوت وقد ما حط له سبراي وواكس وكل هول الاخبار انا شعري ما بيزيت لانه فروة راسي مش مزيته. سو مثاقبه انه انا شعري كثير منيح انه فيي ما حممه كل يوم، وهذا الشيء كثير منيح لانه الزيوت الطبيعيه اللي بتطلع على جلده الراس بتصير تنزل وترطب الشعر كل يوم، مشط شعري بيترطب الشعر من فوق لتحت. اغلبيه العالم اللي عندهم شعر كيرلي بيبقوا مثلي لانه فروه الراس تبقى هيدي نوعيتها، إذا نوعية فروة الراس تبعكم مختلفة وبتزيد فرح لكم شغلة كتير مهمة إنه كمان أنتو بتقدروا على القليلة إنه تحمموا شعركم مرتين بالأسبوع مش مرة. أما إذا أنتو فروة راسكم بتزيد ففيكم تعملوا شغلة هي إنه ما تحمموا شعركم كل يوم بالشامبو، فيكم تحمموه بس بالماء وتحمموا بالشامبو من مرة لمرتين بالأسبوع، هيدا الشي بخلي إنه ريحته تضل حلوة لأنه أنتوا عم تحمموا مرتين بالأسبوع، وبنفس الوقت عم بيروح الزيت بالمي أنتوا عم تغسلوا شعركم فما عم بيكون مزيت. الماسك صار على كل الشعر، سو هلأ رح أنطر من 30 ل 45 دقيقة وارجع حمم شعري، مش رح حمم شعري بشامبو. بس سارة كيف بدك تشيلي الماسك عن الشعر إذا ما حممتيه بشامبو في مايونيز؟ خليني اخبركم خطوات. اول شيء بحمم شعري بمي فاترة مش كتير سخنة بس على الاكيد مش مسقعة، لانه المي الفاترة هي رح تحلل كل شيء وتطلع كل شيء من الشعر. تاني خطوة من بعد ما اشيل الماسك رح استعمل حيلا ماسك عندي للشعر مش خلطة، حيلا ماسك شريته من السوبر ماركت ورح حطه على الشعر، وهيدا الشيء شو رح يعمل؟ شو يعني هذا الماسك ما رح يفيد؟ بلا رح يفيد، بس نحنا بدنا نتأكد انه كل هالتغذية والترطيب رح يبقوا بالشعر. فشو رح نعمل؟ رح نجيب ماسك من السوق نحطه على الشعر، رح يخلي كل الغذاء يبقى جوا الشعرة، وهيك بنستفيد للماكسيموم من هيدا الماسك اللي حطيناه. الريحة شو وضع الريحة؟ ما في ريحة، ما رح يكون في ريحة. اولا هيدا الماسك ما له ريحة، فيه مايونيز ايه بس ما له ريحة. ثانيا مجرد ما نحن عم نحط ماسك تاني على الشعر من بعد ما نشيل هذا الماسك رح يكون فيه ريحة، رح يكون معطر اكيد، اذا في ريحة بالشعر رح تروح. ليش كتير ضروري انه ما نعمل شعرنا بالشامبو؟ لانه الشامبو رح يرجع يسحب كل شيء ويترك لنا شعرنا ناشف، نحن بدنا كل شيء يبقى جوا الشعر. رح انطر 45 دقيقة حمل بشعري وارجع لكم. حممت شعري وتذكرت انه في شغلة كثير ضروري انقلكم اياها او رح تنقذوا منها. سو بعمل هيك على الشعر كرمال شيل المي منه،
تشيك على الريحة. جايز انا مش شامة ريحة، اوكي انا مش شامة ولا اي ريحة، بالعكس ريحة شعري نظيفة، ريحة الشامبو بعدها مبينة. سو الشغلة اللي نسيت لكم عنها هي انه انتوا عم تغسلوا شعركم معقول ينزل من شعركم بيجمنت اسود او شوي اخضر غامق، والسبب هو انه الافوكا بيسود لونه على الهواء، وانتم بتعرفوا هذا الشيء، بس تتركوا الافوكا برا بيسود لونه. سو بما انه نحن حاطينه على الشعر وهو عم بيتفاعل مع الهواء رح يسود لونه، بس مش رح يصبغ لكم شعركم. anyway هيدا شعري شلت منه الماسك، وهلا بعد ما مشطته على فكره مثل ما هو، هلا شلت المنشفه وهلا صار وقت اني احط الماسك بقلبه. سو رح اخذ من الماسك اللي عاده بستعمله، رح بلش اول شيء ركز على الاطراف وارجع شوي شوي اطلع لفوق على جذور الشعر. مش رح اقرب ابدا بالماسك لانه هذا الشيء بخلي انه شعري يلبد ويبطل فيه فوليوم. هلا بمشط الشعر وبترك الماسك عليه لمده 10 دقائق. بعد 10 دقائق رح غسل شعري وفرجيكم شو الخطوات الثانيه. شلت الماسك عن الشعر وهلا صار وقت اني نشف شعري شوي بالمنشفه، اكيد بمشط شعري وانا شعري دغري بيتعركش، شو ما اعمل بدي ارجع مشط شعري. على الاكيد انتم ما رح تمشطوا شعركم قد قسمت شعري لجزئين قد بعض. او ماي جاد، اوكي عم بمزح. شايفين هول الاطراف هول كيف عاملين؟ هول بس رح شيلهم. سو بكل بساطه اخر خطوه بعملها هي سيروم. رح فرجيكم السيروم قد ايه زبطور. هيدا السيروم بستعمله كرمال اطراف الشعر تيضلوا هيك ضابين، تيضلوا مرتبين هايدريتد. كثير بعقد، عم جربه عن جديد على فكره، بس كثير حبيت النتيجه، حسيت اني دغري عم شوف نتيجه. على فكره انه هيدي الكميه على قد بتناسب وبحطها على اطراف الشعر. شايفين هيدا السنتي الاقل من سنتي اللي انا قصيته؟ بعقد عن جد، رح يغير لي بشعري. اللي رح بيصير هلا هو رح اترك شعري ينشف ناتشرلي طبيعيا بالهواء، وقبل ما نام رح جدل شعري ورح نشوف النتيجة النهائية بكره. سو جايز ضبطت شعري وسرحته امبارح، هذا تاني نهار على التسريحة، ما صورت لكم امبارح لأنه بكل بساطة نسيت. anyway هيدي النتيجة بعد يومين تسريح، وهيدا طول الشعر. صبايا شعري صار عم يوصل تقريبا كنت قوله لنص ظهري، هيدا الشعر هون لنص ظهري، وهيدا النتيجة بعد سنتين. بدي اذكركم انه هيدا شعري قبل سنتين. انا كتير كتير مبسوطة بالنتيجة، وعلى فكرة انه انا ما كتير بسرح شعري، يعني شايفين قديش على ناتشرال اكتر، انا هيك بحب، ما بحبه كتير مصفصف. I love it، كتير كتير بحب هيدا الماسك. وعلى فكرة انه مش هيدا هو الماسك الوحيد اللي انا بستعمله، انا بعمل كتير ماسكات للشعر كلهم على بعضهم بيطلعوا 4 ماسكات. سو اذا حابين اني اعمل فيديوز اكتر عن العناية بالشعر، شو لازم تستعملوا شو ما لازم تستعملوا حسب نوع شعركم، بليز خبروني بالكومنتس. كتير بحب اني اعملكم هيك فيديوز. اللمعة الموجودة بالشعر شوفوا، خليني افرجيكم. انا صار لي بس اسبوعين مش صابغه شعري، بصبغ شعري بس من الروتس لانه بيطلع لي شعر ابيض. خليني افرجيكم يعني. يا حنة شايفين الشعر الابيض؟ هيدا الشعر انا صار لي بس اسبوعين مش صابغه شعري، طول الشعر لهون. بجرب قد ما فيي اني خفف كثير صبغه. انا كثير مبسوطه بالنتيجه، خبروني اذا عبالكم فرجيكم باقي الماسكات، وانا بشوفكم بفيديو جديد قريبا. بس قبل ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، فجروا اللايكات، وانا بشوفكم قريبا. باي.